الو اعزائي متابعي جرايد الرياضه في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم في جوله جديده من جولات البث المباشر هنا بداخل محافظه بني سويف. اعزائي المتابعين، نحن الان في رصد الحاله من الفرح والسرور بين المتضررين بالرغم من المهم واحزانهم على فقدان لقمه عيشهم ومصدر رزقهم الوحيد هنا بداخل معرض شباب مصر المحترق منذ اول امس، ولكن عقب تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه لوزاره الاسكان والمهندس الدكتور مصطفى بتبولي ورئيس الوزراء والمهندس وزير الاسكان باعاده اعمار معرض شباب مصر المحترق، معنا احد المتضررين من الحريق هيحكي لنا ازاي استقبل الخبر الخاص بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي باعاده تكليف اعاده الاعمار هنا بشباب معرض شباب مصر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عرفت بحضرتك يا فندم؟ اسامه يوسف. اسامه انت كان ليك محل هنا؟ اه كان ليا محل ملابس. طيب اللي هو تم احتراقه في المعرض بالكامل. طيب ماشي، انا عايز اسالك سؤال. طيب. انت لما جالك سمعت ان في تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي باعاده اعمار المعرض، كان ايه احساسك؟ يا باشا احنا لحد امبارح كنا فاقدين الامل في اي حاجه، لحد ما طبعا قرار سياده الرئيس كتر الف خير ورجع لنا نروح تاني واعطانا امل تاني ان ممكن يكون في حاجه نقدر نكمل نقدر نعيش. انا من اسكندريه وجاي. انت من اسكندريه؟ انا لسه من اسكندريه. وجاي بشتغل هنا عشان لقمه عيشي وعشان خاطر بيتي وعيالي. وعلى فكره معرض شباب مصر ده معرض كبير ومن زمان لا يقل عن 12 سنه مفتوح، واحنا هنا من زمان لينا انا واخواتي لينا 6 فروشات، فروشات تقيله وكبيره وفيها بضاعه كتير ماضيين عليها، علينا وصولات امانه، علينا ديون كتير، طبعا مصيبه كبيره مش صغيره زي ما حضرتك شايف، ما خلتش اي حاجه، ما فيش اي حاجه طلعت سليمه، ما فيش اي حد نيجي من الحريق من اصحاب المكان، كله تضرر من إدارة من صحبات معرض من عاملين من أصحاب أماكن. إحنا هنا لا يقل عن 120 محل، وال 120 ده لا يقل كل واحد لا يقل عن 2 عمال معاه، لو جمعت العدد هتلاقي يعني عدد كبير متضرر وعدد كبير في يعني قاعد في البيوت وخراب بيوت كتير. احنا لا يقل في المعرض عن 1500 فرد اصحاب اماكن وعماله، زاد الاداره، كل ده تضرر، كل ده خراب زي ما حضرتك شايف. احنا عم نشكر طبعا اي مسؤول قدر يقف معانا قدر يساعدنا ان المكان يقوم، بس احنا برضو مش عارفين نعمل ايه، علينا ديون كتير وعلينا فلوس كتير، مش عارفين هنفرش ازاي ونكمل ازاي، كل ده لسه احنا بس اهو يعني الحمد لله تمام، نشكر ربنا على اللي حصل وربنا يكمل ويمد ايده ونقدر نقف على رجلينا ونقدر نلاقي ناس تسندنا وتقف على رجلينا من مسؤولين او غير المسؤولين، والحمد لله نشكر ربنا على كل حاجه. ايوه سبق انا هقعد من كلمتك، انت بتقول لحد امبارح بالليل كنت فاقد الامل النهائي في اي امل خاص بالموضوع. ايوه لان احنا طيب انا عايز اسالك سؤال، قيمتك الاجماليه المبلغ تعتبر انت كنت خسران كام في المعرض ده؟ بص يا باشا احنا 6 فروشات، كل فرشه لا تقل عن نص مليون جنيه. كل فرشه هتاكل على نص مليون جنيه. المعرض هنا كبير والمعرض هنا فيه ناس من زمان وناس تقيله وكل حاجه كانت موجوده في المعرض، والفروشات هنا فروشات مليانه شغل وفيها شغل كتير، واقل واحد هتلاقيه خسران اللي هو فرش سواء على قده كده هو ربع مليون جنيه. النهارده البضاعه غاليه، الشغل غالي، اقل حاجه النهارده هي ربع مليون جنيه. احنا محلات ملابس ومحلات كبيره واحنا من زمان، اكيد يعني مش هيقل النهارده عن نص مليون جنيه اقل فرشه، فالخساره كبيره وناس كتيره متضرره. طيب يا اسامه انا عايز اخد من كلمتك وارجع تاني ليك، ان انت بتقول ان انت فرحت بقرار رئيس عبد الفتاح السيسي. ايوه طبعا. طيب دلوقتي انت مطالباتك ايه؟ ايه اللي ممكن تطلبه تاني من الرئيس بصفته انه خلاص تبنى الموضوع اوكل الموضوع للمسؤولين هنا بمحافظه بني سويف ووزاره الاسكان، ايه اللي ممكن تطلبه تاني من الرئيس لعل وعسى؟ والله انا بطلب من الرئيس ان هو يفضل متابع معانا الموضوع لحد الاخر، مش قصه مبنى، عشان هو مش المبنى بس، احنا مش هناخد مبنى، احنا مش هنسكن فيه، ده مكان تجاري. المكان دوت عايز بضاعه وعايز شغل وعايز توضيب وعايز عده، كله ده راح في الحريق. والنهارده اقل حاجه بفلوس.
النهارده اقل حاجه عشان تعملها بفلوس وبفلوس كبيره، ده بعيد عن البضاعه بعيد عن التوضيب، التوضيب النهارده بفلوس، اي حاجه بتجيبها بفلوس. فاكيد ان احنا بنطالب سياده الرئيس ان هو كتر الف خيره، بس يتابع معانا للاخر يشوف الناس دي لحد الاخر، مش مشكله مبنى بس ان هو يتبني او يترمم وخلاص يعني. وبرده يعني ينظر لنا في الديون اللي على الناس، الناس هنا عليها ديون كتير، بالشيكات ليها مواعيد يعني. احنا اغلبيه الناس اللي واقفه هنا دي ممكن اخر الشهر اغلبيتهم يتحبسوا ويترفع عليهم شفاء. ان شاء الله مفيش حبس باذن الله، زي ما قلت لحضرتك يا استاذ اسامه، الرئيس باذن الله تبنى الموضوع من الاول، فصدق كل الثقه ان شاء الله ان باذن الله الرئيس هيكمل معاك، وان شاء الله باذن الله خلال ايام بسيطه هنفرحك ان شاء الله بخبر جديد ان شاء الله. والله بنتمنى ان شاء الله اللي ربنا يكمل على خير ان شاء الله باذن الله. عرفنا حضرتك نفسك. انا مصطفى احمد، اني متضرر بطريقه يعني ما حدش يتصورها. انا راجل شغال هنا دلوقتي باليوميه، شغال باليوميه هنا معايا 5000 في مراحل مختلفه من التعليم، يعني اليوم مثلا اللي انا هقعده لمؤاخذه يعني مثلا كده البيت مش هيلاقي ياكل، يعني متضررين يمكن من اكبر كمان من الناس اللي هي اصحاب الاماكن. لا لينا تامين ولا لينا بتاع، وعماله غير منتظمه، وبقالنا فتره جامده في المعرض عشان نصرف على بيوتنا، نفتح بيوتنا، مش انا بس، مش انا، كل اللي واقف معايا من العاملين، والله شباب كليات، والله شباب كليات وفاتحين بيوت ومتجوزين ومعاهم عيال ومراحل مختلفه ودروس ومدارس، وانت شايف الغلا اللي احنا فيه برضه سعادتك. يا رب احنا عايزين بس حد يقف مع العاملين، العاملين اللي دلوقتي اتشرد دلوقتي وفاتحه بيوت ومش لاقيين اللضب زي ما بيقولوا. ان شاء الله خير باذن الله يا استاذ اسامه. مع حضرتك، عرفت حضرتك مع حضرتك محمد عبدين، احد العاملين برضو بمعرض شباب مصر ومن الناس اللي مشاركه فيه. معايا انا اولا حصل على معهد فن تجاري، بتكلم 3 لغات، برضو من الناس اللي شغاله عندنا حسن بيع وحسن فاتحين بيوت وفاتحين، بنصرف على عيالنا وبنصرف على اهالينا. يا فندم حجم التضررات كبير جدا، الناس اللي اصحاب المحلات متضرره جدا، احنا متضررين بشكل يعني لا يصدق، بان احنا رزق يوم بيومه. فحضرتك العاملين برضو متضرره جدا جدا جدا، واحنا بنناشد كل الساده المسؤولين ان هي برضو تبص بعين رحمه للناس العاملين في المعرض والناس اللي اصحاب المحلات. احنا يا فندم دلوقتي بيوتنا خربت، احنا اليوم اللي بنقعده من الشغل احنا مفيش حد بياخد فينا اجازات، مفيش حد فينا بياخد اجازات، لان اليوم اللي احنا بنقعده احنا ما بنلاقيش نصرف فيه على عيالنا ولا بنصرف فيه على بيوتنا. فاحنا برضو بنناشد اي مسؤول في الدوله انه ينظر للعاملين في معرض شباب مصر وهم الساده معاهم اسماء الناس اللي كانت شغاله، ان هم يبصوا لهم بعين رحمه، يصرفوا لهم اي تعويضات، يصرفوا لهم اي مبالغ، يعينوا وقتهم اللي جاي لحد المعرض ما يقام تاني ويشوفوا اكل عيشهم. وبشكر حضرتك وبشكر كل الساده المسؤولين اللي هم نظروا لنا بعين الرحمه وسرعه الاستجابه، يا رب بس تتم على خير. واحنا بنناشد برضو السيد المحافظ السيد رئيس الجمهوريه ان يكون الايجارات باسعار رمزيه او تكون على المدى البعيد، يعني ان هم يعني ما يدفعوش ايجارات لحجم التضررات اللي هم اسوها. شكرا لحضرتك يا فندم. اعزائي المتابعين، وبعد لقائنا ببعض المتضررين هنا من حريق معرض شباب مصر هنا بداخل محافظه بني سويف، ولقائنا مع بعض العاملين، بنشوف حضراتكم دلوقتي عمال وزاره الاسكان او شركه المول العرب التابعه لوزاره الاسكان لبدء العمل وبدء ازاله الانقاض الخاصه بحريق معرض شباب مصر هنا بمحافظه بني سويف، تنفيذ لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. زي ما انتم شايفين اعزائي المتابعين هنا المعدات والسيارات النقل الكثير تواجدت منذ الصباح هنا بمعرض ارضيه معرض شباب مصر المحترق لازاله الانقاض الخاصه بالحريق، بالاضافه الى وجود العديد من المهندسين والعاملين بشركه المول العرب تنفيذ تكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه لبدء الانقاض وبدء مشروع اعاده الاعمار الخاصه بمعرض شباب مصر. اعزائي المتابعين زي ما انتم شايفين حضراتكم هنا في بعض السيارات التي بدات بالفعل في تحميل الانقاض والخاصه بالتلفيات الخاصه بالحريق هنا
بمعرض شباب مصر بمحافظة بني سويف لإعادة الإعمار تنفيذ لتكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. أعزائي المتابعين، زي ما انتم شايفين حضراتكم احنا هنصطحب حضراتكم بضع دقائق بسيطة بداخل الأنقاض والوقوف على كيفية بدء العمل الخاص بالمعرض. وزي ما انتم شايفين اعزائي المتابعين هنا بعض بقايا الملابس المحترقة هنا بداخل معرض شباب مصر هنا بمحافظة بني سويف. زي ما انتم شايفين اعزائي المتابعين الملابس المحترقه وقيام احد العاملين بشركه المقاولون العرب بازاله هذه الملابس والانقاض المحترقه من جراء الحريق الذي التهمت نيرانه المعرض اول امس في الساعه الاولى من صباح يوم الاحد. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضهم خيرا وخير ما بدأ به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكليف رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ببدء إعادة إعمار معرض شباب أهل مصر المحترق. أعزائي المتابعين، زي ما انتم شايفين حضراتكم الكاميرا جريت على مصر بتلتقط بعض الصور الخاصه بقيام احد العاملين من شركه المقاولون العرب بتسلق احد الحوائط لبدء تركيب احد اعمده الاناره او كشافات الاناره هنا بمحافظه بني سويف، حسبما افاد مصدر هنا بداخل شركه المقاولون العرب ان العمل سيكون باذن الله على قدم وساق في الفتره الصباحيه والمسائيه ايضا لمحاولة إنجاز إعادة الأعمار هنا للمعرض المحترق في أقل وقت ممكن حسبما تكلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. أعزائي المتابعين، فرحة عارمة شديدة لا جدال عليها، والفرحة تغمر قلوب جميع المتضررين منتظرين بباقي القرارات التي تسلق صدورهم هنا بمحافظة بني سويف. أعزائي المتابعين، بنشكر حضركم على حسن الاستماع وحسن الانصات، ودائما وابدا على مدار الساعة ان شاء الله باذن الله سيكون معنا الجديد والجديد من خلال إعادة معرض شباب مصر المحترق هنا بمحافظة بني سويف. أعزائي المتابعين، بنشكركم على حسن الاستماع وحسن الانصات، وإلى اللقاء في جولة جديدة من جولات البث المباشر هنا بداخل محافظة بني سويف. أعزائي المتابعين، بنشكركم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء. كان معكم شعبان طه مراسل جريدة أهل مصر هنا في محافظة بني سويف. إلى اللقاء.